أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذا القول ثابت عن السلف، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري؟ هذا صح، نعم، الكلام كلام الباري والصوت الذي يؤدى به هو كلام القاري، هذا معنى قول أهل السنة والجماعة. الملفوظ به كلام الله، واللفظ هذا فعل المخلوق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.